استاذ احمد عبد العزيز ده مش اعلامي. عليا الطلاق بالثلاثة ورحمة امي اللي اجيب الفرقة وقرايبي كلهم واقعد لك في الحدث يالا. الاستاذ طالع في البرنامج الحدث يقول ايه؟ تامر حبيب بيرقص ولا لابس حلقة؟ قول له يا تامر حبيب ده انت بترقص احسن من سعد الصغير اللي بيرقص زي الحريم. هو بيعمل يا جماعة؟ بيعمل ارهاب للمطربين، بقول لك انا هعمل كذا وكذا، راح شاكوش راح بيب راح مديله. لا راح لعمر كمان راح مديله، دول يا جماعة تحسوا الاثنين دول مش عايزين يطلعوا معاك، صح صح مش عايز يطلع معاك يالا، أنت مين يالا عشان أطلع معاك يالا؟ محضر يلا بص خيط من الناس يلا بص يلا بص الانذار رايح لك يلا ده انا عارفك يلا 15 سنه معاك يلا بتسهر بين في الكباريه والصبح تروح شاتم مكتب النادي العالي خوفتنا انا ان يا عم فضيلك ليا ولا لاي حد يانا عبيط يانا هو شكوى ان يعمل عام بيحطها في المكتب وطبعا بيلاقيها ايه ده انا عبيط حد ولا يروح بعيد عن اسمي طب انا بكره ابعت 98 شكوى ان يعمل عام نادي الكلام ده فين اي عيل يانا انت يانا مش انا يانا عشان عارف كل حاجه الراجل ده ارهابي مش هو اللي عامل ارهاب للمطربين اذا كان انت راضيك ماشي انا دكتور طارق ملاش ده دلوقتي بعد اذن حضرتك دكتور طارق ساعه ده بعد اذن حضرتك عايزين نعرف الراجل ده محمي في حد ولا هو محمي في حد وانا عارف هو لوحده انا ورايا جيش قرايبي واخواتي وكله جيش يلا ولا اطلع كده خليك راجل وقول انت مشيت من المحور ليه؟ ها؟ والمرة الجاية ليك فيديو تاني عندي. سلام يا حبيبي.